السلام عليكم يا استاذ علاء. وعليكم السلام استاذ عبد الناصر، انت مين زعلك او كده؟ لا انت حياتي لحضرتك وحضرتك كده مش مين زعلك او كده؟ والله العظيم اقسم بجد، والله العظيم زعلان اشتريها بقى. مين انا اللي بتكلم زعلك بس؟ مين اللي زعلك؟ مين اللي زعلك؟ الفضيحة اللي طلعت النهاردة، المكالمة المسربة للأستاذ محمد البيومي اللي قال لك كنا بنتاجر بمشاعر الجمهور في موضوع نادي اولا القرن. انا مش فضيحة، اولا اتفضل. طيب لا انا سامعك سامعك. اولا هي مش فضيحة. الاستاذ محمد بيومي كان واخد الموضوع على صدره وفاكر الموضوع بجد. اولا هو اللي عمل كده في نفسه، هو في الاول خرج وقال لك انا ماليش علاقة، بعد كده رجع قال لك لا، اكتشف ان هم اصلا ما عندهمش رغبة للشكوى، لان الشكوى تقفل الموضوع. احنا قبل كده انفردنا وقلنا ان نادي كوتوكو راح اشتكى، نادي كوتوكو الغاني اشتكى في موضوع نادي القرن سنة 2003، والاتحاد الافريقي رد عليه وبعت للاتحاد الدولي. ساعتها الاتحاد الدولي قال انا ماليش علاقه، روح للاتحاد الاهلي، للاتحاد الافريقي، الاتحاد القاري عفوا، روح للاتحاد القاري. وساعتها كتوكو راح للاتحاد القاري، وساعتها قالوا له النظام اللي اتعمل عليه البطوله يقول ان الاهلي نادي القرن. فالموضوع بتاع نادي الزمالك، رئيس الزمالك عارف هو عايز ايه، هو رئيس الزمالك عارف انه مش هيروح للاتحاد الدولي ولا للاتحاد الافريقي، لان هو اساس الموضوع محسوم، الموضوع محسوم. هو الاستاذ بس محمد بيومي كان واخد الموضوع على صدره وفاكر ان الموضوع بجد وبتاع، وفي الاخر لما فضل رايح جاي من اكتوبر، يا عيني على المهندسين، من اكتوبر على البنزين وعمال يصرف ورايح جاي وفاضي نفسه، يلا بينا يا جماعه الملف ومش ملف، ويستنوا المفاجآت ومش مفاجآت، اخر مفاجاه جت في قلبه يا عيني، هو لقى في الاخر مش هيقدموا شكاوى. ده راجل صار البنزين فوق 2000 جنيه من اكتوبر على المهندسين، ومهندسين اكتوبر رايح جاي، وبيقول لك عربيته اكل الدنيا على المحور، وكان يوم صعب بالنسبه له. فده لا، هو واخد الموضوع بجد. لا طب ما رئيس الزمالك عارف انه مش هيروح، محمد رئيس الزمالك لو راح الملف هيتقفل اصلا، الملف هيتقفل. لا بس قال كلام خطير جدا في التسريب، قال لك ده راجل ملوش كلمة على مسؤوليته. طبعا خليه على 22 او 23، اللي راجل ملوش كلمة ده بيضحك على جمهوره، ده بيقول انا خدت 5000 جنيه، ولو راجل يثبت ان انا خدت 5000 ويعني حاجة فضيحة. الاستاذ محمد بيومي ما بياخدش بالمصري، انما رئيس الزمالك كده، لا رئيس الزمالك كده وقع في خطأ. الاستاذ محمد بيومي راجل خبير دولي، بياخد بالدولار ما بياخدش بالمصري. اقسم بالله العلي العظيم يا علاء حرام. طب علاء عايز اسالك بجد بقى، خلينا نسيب الهزار شويه، هل كيان الزمالك وجمهوره العظيم يستحق هذه المسخره وهذا التلاعب يا علاء؟ لا احنا عايزين نطلع الجمهور بس بره الموضوع ده. لا ما انا ماشي، انا بس في نقطه يا استاذ عبد الناصر، اتفضل. في كتير من جماهير الزمالك لا تعترف برئيس النادي الحالي، كتير جدا، ولا ننكر الرئيس الزمالك الحالي على خلافات كبيره مع الجماهير، بدليل خلافه مع الوايت نايت ورفعه للحذاء في ملعب الدفاع، في ملعب برج العرب، في وش جماهير الزمالك الوايت نايت. فاذا في ناس كتيره من جماهير الزمالك لا تعترف برئيس النادي الحالي، فما تقوليش جماهير الزمالك، يعني ما تدخلش كل الجماهير في بلطقه واحده وتقول لا لا جماهير لا انا الزمالك. معاك، انا عايز اطلع الجماهير انا بره وايدك الموضوع ده. انا وايدك انا وايدك، ولذلك بقول لك ايه، انا ما على فكره اللي بيساندوا الحرام واللي بيساندوا الغلط انا مسميهم جرابيع، لانهم هم قله لا يتعدوا ال 500 واحد، لكن ملايين المحبين للزمالك دول فوق دماغنا. أكيد، وطبعا الناس اللي بتروح له الجلسات بتاعت جروبات جماهير الزمالك دول كلهم أربعة خمسة مالهمش أي تأثير في أي حاجة، ولا ليهم علاقة بالجماهير، ولا الجماهير تعرفهم ولا بتسمع عنهم ولا بتشوفهم، ولا هم مؤثرين مع الجماهير. فعايزين نطلع جمهور الزمالك العظيم اللي بيشجع النادي من 1911، وبيشجع النادي طبعا من قبل سنة 92، قبل رئيس الزمالك الحالي ما يعمل العضوية بتاعته، ونطلعه بره الموضوع ده. جمهور الزمالك يطلع بره الموضوع ده، لأن جمهور الزمالك هو اللي باقي، رئيس النادي ده هيمشي وغيره هيمشي وبعد وبعده هيمشي، وجمهور الزمالك هو اللي باقي واللي حافظ على وجود الزمالك. الجمهور الزمالك فترات كتير جدا جدا جدا، في الخمسينيات وفي في السبعينيات ما حققش بطولات، فضل عايش بتعبيته بالجماهير.
فما تقوليش جمهور يطلع بره موضوع رئيس النادي الحالي. انا متفق معاك تماما، بس هل انت الكيان يستحق هذه المهزله يا استاذ علاء؟ بص يا استاذ عبد الناصر، طالما المسؤولين عن النادي ارتضوا ذلك، ورئيس النادي شكل لجنه لنادي القرن وقال فيه قرارات وقال وشد انتباه وسائل الاعلام وشد انتباه المسؤولين عن الاعلام الرياضي، خلاص يبقى خلاص في الموضوع بالبلدي كوش. مع راجل راح قدم طلب في وزاره التموين والتجاره الداخليه، طلع قال لك انا خلاص خدت قرار وهشتكيك يا خطيب، وانا بقيت رئيس نادي القرن وانا وخدع الراي العام، وكان مقدم طلب ما خدش اصلا اي وثيقه رسميه من وزاره التموين والتجاره الداخليه تقول له ان انت نادي القرن، وطالع عامل فيديو في نص الليل عشان يضحك على الناس ويقول له شيل يا خطيب وهشتكيك يا خطيب وانا كده ارفع عليك قضيه يا خطيب وتعالى وانا اعلمك ومش هعلمك، وهو اصلا كان طالع يكذب على الناس، كان مقدم طلب. بس طبعا الدكتور مصلحي راجل محترم وزير التموين طبعا على طول، والناس المحترمين جدا جدا اللي تفاعلوا معانا في وزاره التموين الساعه 2 بالليل عشان يواجهوه ويوضحوا الحقيقه للراي العام، يقولوا الحقيقه ويبروا ذمتهم من اي فيلم متفبرك او اي حدوته هتتحكي على الناس ويضحك على الناس. طبعا بنشكرهم ان هم وضحوا الحقيقه بسرعه، وبيان تاني يوم من وزاره التجاره الداخليه وتصريح على لسان الوزير، هو ده المسؤول، ده اللي الواحد يفخر بيه مسؤول في البلد، انه ما بيسمحش لاي حد يستغل الوزاره اللي هو مسؤول عنها في اي شو او اي جو او اي كذبه او اي خدعه. هو ده الوزير انت تحترمه وتقلع له القبعه، هو والناس اللي شغاله معاه اللي بيحافظوا على سمعه الوزاره. حد اهلاوي رئيس الوزاره يتزج بيها في اي شيء. حد اهلاوي محترم اهو بيقول لك فعلا انا بتفق مع الاستاذ علاء، جماهير الزمالك محترمه و90% منها يعني محترمين ضد هذه السفلات، والموضوع راي عام، خدع حتى في اهلاويه خدعوا، يعني هو حتى شكك اصحاب الحق في حقهم، يعني فعلا هي قضيه راي عام وليست قضيه جماهير زمالك، يعني الناس بتتفق معاك في الكلام اللي انت بتقوله. يعني عموما موضوع محزن وكوميديا سوداء بكل ما تحمله الكلمه من معنى. لسه الكوميديا السوداء لما تيجي الغرامات بتاعه المحكمه الاقتصاديه. التعويضات. ان هي كوميديا سوداء. لا انت لسه، ما انا بص القلم القلم انا بحاول اوصله للجرابيع حاجه حاجه عشان القفا ما يرمش. فاحنا بعد 82 يوم ادي اول قلم اهو اللي ضربوا عمك البيومي اللي علقوا بيه الامال. موضوع المحكمه الاقتصاديه والتعويضات دي جنايه، دي عايزه كل الافات تيجي على بعضيها عشان ياخدوا القلم جمله واحده من المحكمه، ده موال تاني. طيب نروح للملف بتاع في حاجه صغيره انت قلتها وفتحت يعني حاجه خاصه، انا عايز اشكر طبعا واترحم عليه المرحوم جورج سعد. انا حمام زمان لما كان بيروح يشجع الزمالك قبل ما يشتغل صحفي، انا اول اتوبيسات ركبتها وسافرت مع الزمالك السويس عشان اشجع الزمالك كان سنه 94، كان في اتوبيسات المرحوم جورج سعد. كان هو اللي بيجيب الاتوبيسات وكانت بتقف جنب سور النادي عند بوابه الملعب، وكنا بنركب منها ولفيت محافظات مصر كلها ورا الزمالك في اتوبيسات المرحوم جورج سعد. فمدام انت بقى جبت السيرة طبعا يبقى لازم برضه الراجل الزملكاوي الأصيل الله يرحمه، غالبية جماهير الزمالك كلها ركبت أتوبيسات رجل الأعمال جورج سعد، طبعا مش بتاعته يعني. عم جورج ده حبيب كل جماهير الزمالك رحمة الله يعني عليها. أنا كنت في أولى ثانوي وسافرت السويس واسكندرية وبورسعيد. يا علاء أنا بقى إيه، أنا قبل أنت ما قبل الموال ده أنا كان ليا الشرف في حوالي سنة 92 إن نعمل حوار مع جورج سعد رحمة الله عليه عمنا العظيم، ومع العظيم حليمه. وبيقعدوا كانوا يسهروا إزاي، عشان كده أنا لما بحارب قضية حق أنا يعني كان ليا حظ إن أنا أعاشر الناس دي، عشان لما بقول لك جمهور الزمالك عظيم وجمهور الأهلي عظيم، أنا عارف عم حليمه وعم جورج والناس دي كانت بتقعد فين، إلى أن وصلنا إلى عمك حربي حاليا والخواجة والكلام ده كله، واخد بالك؟ فالناس دي الواحد طلع من وسطيهم
وكان تروح أهب أقعد على القهوة بتاعت جماهير الزمالك، يعني ككلمة رمز مش كل الجماهير بيجوا عليها، اللي هم الخواجة والمجموعة وعماد ومش عارف مين وعلي وعلي أوضة تدجين الأخير، ربنا يديهم الصحة قبل ما يظهر الروابط والتكتلات والوايت نايتس والأرت وأشرف بتاع 100 عقبة وبعد أيوه الله ينور عليك. وبعد كده ايه في الاهلي عمك حربي وعم حسين الله يرحمه واشرف حاليا وجزره يعني واخد بالك انت، فشوف دول اللي كان البعض منهم مش متعلم، كان الحب كله وفاء واخلاص والقلب هنا مليان احمر وهنا مليان ابيض، ويعرف ماتش الاهلي والزمالك كانوا لازم يقابلوا بعض يتغدوا مع بعض، منه لله اللي عمل الفتنه وفرق بين الناس، منه لله، منه لله اللي خدع الرأي العام، منه لله اللي دمر الدنيا، منه لله. ولكن انا بس عايز اقول لك على حاجه يا استاذ عبد الناصر، كل الناس اللي انت ذكرتهم دول يعني الخواجه وعم هاشم الله يرحمه وعلي قوطه واشرف بتاع 100 عقبه وكل وعم احمد شبرا، كل الناس دي كان فيهم ميزه زمان كويسه جدا عكس اللي موجودين دلوقتي بيقودوا الروابط. الناس دي كانت زمان كبيره وكانت بتخاف علينا يعني كنا صغيره وكانت بتدفع من بيخلي بالك بس بنسافر ورا الزمالك ونروح واحنا عيال لسه في مدارس اولى ثانوي وثالثه اعدادي، كانوا بيخافوا علينا، خافوا علينا زي عيالهم، كنا نسافر المحافظه ونشجع الزمالك ونرجع مفيش عيل يتختش. لازم الكبوهات واللي ماسكين الروابط دي دلوقتي يفهموا الموضوع ده. وفي نقطه يا علاء، عشان سنهم صغير مش مدركين الموضوع ده خالص. وفي يعني في نقطة بس، في نقطة قبل ما نختم الحتة دي، وكانوا بيصرفوا من جيبهم حبا وعشقا، ما فيش حد كان بياخد جنيه، وما فيش حد كان بيتآمر، ما فيش حد كان بيشتم. ماشي يلا، عندك كلام تاني في الملف ده قبل ما نروح للأخبار؟ لا خلاص معلش يا علاء ما تزعلش، يعني 83 يوم عدوا يا علاء وانت اتصدمت، هنعمل ايه يا علاء ما تزعلش، يعني انا عارف النهارده هتاكل لك. لا 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 انت انت زعلان انت لا 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 انت زعلان انت زعلان انت لا لا انت زعلان انت زعلان انت لا انت زعلان والناس بتقول لك انت زعلان انت زعلان. زعلان انت زعلان انت زعلان بصوت محمد سعد علي الطلاق، انت اتخضيت انت زعلان انت زعلان والزعل هيفض من التليفون. معلش 83 يوم وفي الاخر لقيت نفسك في ايدك خابور، معلش ده قضاء الله، قضاء الله وقدره يا حبيبي، هتعمل ايه؟ ونعم بالله هتعمل، وبعد كده الخابور اسهل من الخازوق، ده ربنا بيحبك غيرك خد خازوق، على الاقل الخابور هتلاقي له مكان في البيت، لكن الخازوق هتقعد عليه فين؟ معلش يا علاء والله العظيم ما انت زعلان، ما تنكدش بقى على العيال ونام ساعه كان صحتك، ما هو انت لو نمت زعلان مش هنضمن هتقوم ولا لا. بس ابدا معاك بالاسئله ردود ضميرك كده، ردود ضميرك الحمد لله طيب حضرتك ابدا بالاسئله ولا الاخبار؟ لا نقول الاخبار بقى، نقول الاخبار. الحكم طبعا مباريات الزمالك والمصري بكره ان شاء الله، حكم محمد عادل حكم ساحه، والحكم امين عمر هيبقى حكم الفار. طبعا مباراه الساعه 8 بكره مؤجله من الاسبوع ال 14 مسابقه الدوري العام على ملعب برج العرب. هنقول برضو النهارده كابتن اجتمع باللعيبه طبعا التدريب الاخير، كابتن اجل مساله الاعلان عن القايمه اللي هتخوض المباراه. طبعا القايمه هتبقى 20 لاعب ويبقى معاه خمس تغييرات في المباراه، طبعا كل الاجراءات دي بسبب جائحه كورونا. التشكيل المتوقع واللي كله متوقع ان هو يدفع بالناشئ اسامه فيصل في مباراه الغد، هنقول برضو التشكيل المتوقع. ابو جبل في حراسه المرمى، خط الدفاع محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي، حازم امام، خط الوسط محمد حسن طبعا هيلعب مكان طارق حامد المصاب، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو هيلعب برضو مكان ويوسف اوباما برضو مصاب، اسلام جابر هيلعب طبعا مكان اشرف بن شرقي لانه لسه واصل في تفكيره، يلعب باثنين مهاجمين مصطفى محمد والناشئ اسامه فيصل. طبعا بن شرقي ونجم وصلوا واجروا فسحه كورونا لسه ما ظهرتش، ما فيش مشكله، لكن هم دلوقتي موجودين في المعسكر
الخاص بالزمالك في برج العرب، لان الزمالك هيكمل المعسكر بعد مباراه المصري، لانه عنده مباراه يوم الاثنين مع الاتحاد السكندري في اسكندريه برضه. تمام. عندنا تصريح مهم ليه، المغربي كريم بولوك. كريم بولوك ده وكيل اشرف بن شرقي، كشف النهارده وقال لك اللاعب عنده عروض خليجيه فرنسيه تركيه، عروض جده كلها، لكن الزمالك مقبل على دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا امام الرجاء. هنأدي الكلام في كل العروض بعد ما نشوف موقف الزمالك من مباراه الرجاء. وقال اللاعب ملتزم بيحترم تعاقده مع نادي الزمالك وعقده ممتد، ورحيله هيكون عن طريق نادي الزمالك. طيب طبعا احنا كنا قصدنا العرض نادي ليل الفرنسي، وقلنا ده عرض جد جدا، وان مسؤول ليل الفرنسي انهوا جميع الاتفاقات مع كريم بولو اللي هو وكيل اعمال اشرف بن شرقي. عندنا طبعا ممكن يكون مصطفى فتحي بكره ورقه مهمه في ايد كابتنهم في مباراه المصري، ممكن يدفع بيه في اي جزء من اجزاء المباراه. هنفكر برضو حضرات كده المشاهدين ان عندنا اثنين موقوفين في نادي الزمالك هيغيبوا عن مباراه الغد امام المصري، محمود عبد العزيز شيكابالا وامام عاشور، وطبعا الاثنين موقوفين بسبب احداث مباراه السوبر المصري الشهيره اللي اقيمت في الامارات. عندنا بقى القضيه اللي احنا فجرناها. لا، قبل ما نروح للقضيه، قول لنا تشكيل الزمالك المتوقع من وجهه نظرك، وقول لنا ميعاد المباراه تاني عشان الناس تبقى معانا، ندي المباراه حقها. تشكيل الزمالك من وجهه نظرك. محمد ابو جبل في حراسه المرمى. تمام. محمود علاء، محمود الونش، اثنين مساكين. تمام. محمد عبد الشافي ظهير ايمن، ظهير ايسر، حازم امام ظهير ايمن، ده خط الدفاع. خط الوسط اثنين ارتكاز، محمد حسن والتونسي فرجاني ساسي، اثنين قدامهم احمد سيد زيزو واسلام جابر، اثنين في الهجوم مصطفى محمد والناشئ اسامه فيصل، ده المتوقع بكره ان يلعب بيه مستر كابتنو. طبعا الزمالك عنده غيابات، اثنين اصابات طارق حامد ويوسف اوباما، عنده اثنين موقوفين شيكابالا وامام عاشور بسبب احداث مباراه السوبر المصري. المباراه الساعه 8 على ملعب برج العرب اسكندريه، طبعا بدون حضور جماهيري، وهيبقى عدد قليل جدا. القائمه بتاعت المباراه مش 18 20 لاعب، يحق لكل مدرب اجراء 5 تغييرات. طيب تمام كده، الله ينور عليك. نتكلم عن النادي المصري بقى، النادي المصري بقى اعلن القائمه بتاعته. اتفضل. الكابتن طارق العشري خد معاه 25 لاعب، هيطلع لسه 5 بكره دورهم برضه بالمره. اتفضل. اللاعبون هم احمد مسعود، احمد عبد الفتاح، محمد شحاته، كريم العراقي، اسلام ابو سليمه، احمد شوشه، بهاء مجدي، عمر كمال عبد الواحد، احمد يوسف، عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايكا، احمد ياسر، عبد الناصر ديماريه، محمد جابر، حجاج عويس، اسلام عطيه، حسن علي، احمد عادل ميسي، ايمن ندى، عبد الرحمن زين، محمد زكريا شيكا، الناشئ زياد فرج، محمود وادي، اوستن اوموسي. في ناشئين كتير قوي الكابتن طارق العشري واخدهم معاه. طبعا لانهم يعني عندهم هم ازمه عشان القيد مقفول. بالظبط. يعني عندنا كذا ناشئ هو واخدهم، زياد فرج واحمد ابو يوسف واحمد عادل ميسي، فممكن بكره نتفاجئ، وعبد الناصر دي ماريا ممكن بكره نتفاجئ انه يدفع باي ناشئ من الناشئين دي في المباراه بكره. وخلينا طبعا الكابتن طارق العشري برضو عقد جلسه فنيه مع لعيبته، وطبعا عايز الراجل عايز طبعا يقدم مستوى فني جيد امام الزمالك بكره ويخرج بنتيجه تساعد يعني وتحسن ترتيب الفريق في الدوري، لان طبعا المصري نتائجه الاخيره في الدوري قبل طبعا توقف المسابقه ما كانتش على ما يرام. وطبعا الكابتن طارق العشري تولى خلفا للكابتن ايهاب جلال. وعموما خلينا نقول برضه مجلس الاداره بيبذل جهد كبير عشان نقول اللي لنا واللي علينا، لان احنا لسنا ضد احد. يمكن الناس عندهم ازمه ماليه ومفيش حد واقف معاهم، عشان كده عملوا فكره فتح باب التبرعات، وانا تواصل معايا حد من هناك وقالوا لي احنا ما عملناش فكره التبرعات للتقليل من قيمه النادي المصري، بل بالعكس احنا علشان الناس اللي بتقول بنحب المصري كنا عايزين نشوفهم عمليا بيحبوه ازاي، فللاسف ما لقيناش حد. فالله يكون في عون سمير حلبيه بيبذل مجهود كبير في هذا الملف، لان غالبا المحافظ شال ايده، فهم دلوقتي متحملين المسؤوليه كامله. زي ما بننتقدهم في حاجات بنقول وجهه نظرهم لما بتوصلنا في حاجات تانية. واعتقد ان المباراه هتكون صعبه جدا للكابتن طارق العشري، جدا جدا جدا. طيب اروح للاسئله ولا عندك حاجه تانية؟ عندنا طبعا الفريقين قبلوا مسحه كورونا والحمد لله النتيجه سلبيه. الكابتن محمد عادل الحكم وطاقم التحكيم والكابتن امين عمر برضه قدروا
عندنا بقى الموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا فيه امبارح، حسني. احنا طبعا انا قلت وتعهدت وقلت على عودتي ان ايمن حسني راجل مش بتاع تدريبات، وانا عارفه في نادي الزمالك كان دايما مشكلته مع المدربين الاجانب ان هو ما بيكملش التدريبات وبيتاخر كتير على التدريبات وبيتهرب من التدريبات. ايمن حسني طلع اتكلم على نادي المقاولون العرب وقال لا هم اللي تجنوا عليا، ما حصلش. انا غبت على المسحه الاولى بتاعت كورونا، بعد كده رحت قلت لهم اعملها على حسابي وعملتها، وانا ما اتهربتش من التدريبات، على العكس خالص. هم اللي خدوا قرار ضدي بدون وجه حق يعني انه ينهوا الاعاره. فطبعا رد عليه المهندس محمد عادل مشرف على فريق الكوره. تصريحات ايمن حسني، تصريحات ايمن، تصريحات ايمن حفني ها قدامكم على الشاشه وعلاء بيتكلم، اتفضل يا علاء. تمام. طبعا رد المهندس محمد عادل مشرف على فريق الكوره، قال لك تصريحات ايمن حفني دي تديني، اللاعب ما شاركش معانا فتره الاعداد خلال التوقف، ما شاركش في التدريبات في بيته وما بعتهاش عن طريق الفيديو، قال لك غاب 3 شهور عن النادي، بيقول لك تعرضت للظلم، بيقول له ظلم ايه اللي انت تعرضت عليه؟ انت مالكش عندنا جنيه رغم غيابك، خدت كل فلوسك. قال لك اللاعب تخلف عن اجراءات المسحه الاولى، تواصلنا معاه وجي بعد 3 ايام اجراها بشكل منفرد. قال لك انتظم بعدها 3 ايام في التدريبات وبعد كده رجع غاب ما ظهرش تاني. قال لك رغم غيابه برضه ادينا له مستحقاته، ملوش عندي جنيه. وقال لك ايمن حفني بيقول ان هو يحاول يتواصل معايا، هو كذاب، انا في مصر يقدر يتواصل معايا، انا راجل موجود ليل ونهار في نادي المقاولين وتليفوني متاح لاي حد وبتواصل مع الناس كل دقيقه. وقال لك انا وقع عقوبات على ايمن حفني بسبب عدم التزامه، وقال لك احنا قطعنا، خدنا قرار بقطع الاعاره، لكن مش هنعيده دلوقتي لنادي مصر المقاصه احتراما لعلاقتنا بمصر المقاصه، لكن احنا خلاص خرجنا اللاعب من حساباتنا وجمدناه. طبعا ايمن حفني راجل لعيب حريف ومهاري كل حاجه، لكن هو في مساله التدريبات دي، التدريبات دي مش في دماغه خالص. يعني انا ازمه مع مدربين الزمالك الاجانب ان التدريبات دي مش موجوده في حساباته. طيب انت منصف ولا مش منصف؟ باذن الله منصف. باذن الله منصف. بص طبعا ايمن حفني اخطا في حق نادي المقاولين، ولكن عايز اقول حاجه وليس دفاعا عن ايمن حفني، من دمر ايمن حفني، من دمر ايمن حفني هو الذي تآمر عليه في الزمالك. ايمن حفني طلع من الزمالك وهو مدمر ومنتهي نفسيا. ايمن حفني تم التآمر عليه، ايمن حفني تم التآمر عليه مع شخصين، ولد اداري مسؤول في الزمالك ونجم زملكاوي كبير كان بيدرب الفريق اللي راح له ايمن من الزمالك، قعدوا يعطلوا ورق ايمن حفني لغايه ما فاتوا القيد. ايمن حفني بعد ما ساب الزمالك وبمؤامره، ايمن حفني بعد ما ساب الزمالك بمؤامره لقي نفسه معار لنادي معرفش يأيده. ايمن حفني بعد ما رموه بمؤامره رخيصه لقي نفسه باب القيد مقفول في اتحاد الكوره، كان الورق اتاخر ما بين المهندسين وما بين التجمع الخامس مسافه ربع ثانيه بالميل ونص ساعه تليفون وساعه بالعربيه. ايمن حفني من نادي النادي جوه مصر ما بين الزمالك وما بين المقصة تم تدميره نفسيا، فمش هيدي أيمن لاعب موهوب ولاعب كبير ولاعب مزاجي ولاعب مهم، وإذا كان مقصر في التدريبات فدي طبيعة أي لاعب موهوب عبر التاريخ. فأيمن حفني لما خد سنة المقصة اللي تعتبر أسوأ سنة لي في حياته خدها وهو مجمد جوه التلاجة، معرفت طريق الملعب بفعل فاعل. لما المقصة ودى المقاولين، المقاولين ما قصرش، والمقاولين عظماء وناس محترمين، وعمنا محمد بيعادل بره الأزمة تماما والمقاولين بره الأزمة، لكن أيمن راح المقاولين عشان ياكل إيش؟ أيمن راح المقاولين عشان يلاقي يصرف، أيمن راح المقاولين عشان يلاقي فلوس لبيته، ما راحش عشان يلعب، لأن أيمن انتهى إكلينيكيا لما تم التآمر عليه، مؤامرة رخيصة ما بين ولد في نادي الزمالك الناس كلها عارفاه لولا أبوه ما يشتغلهاش،
وما بين حد من المفترض نجم كبير كان بيدرب المقصة وقتها. قال انا اخده كنعيد تأهيله وارجعه للزمالك نجم زي ما عملته خد شيكابالا في الاسماعيلي ورجعته للزمالك. قولوا كلمة الحق لوجه الله، انا متفق معاك في كل اللي انت قلته في عدم التزام ايمن حفني، ولكن ايمن حفني لاعب ما بيتكلمش، ومن اجبره على الكلام النهارده ورده على المقاولين ظلمه، لانك انت طول حياتك ساكت يا ايمن ما كانت تنفع ترد على الناس المحترمه بتاعت المقاولين، لان اللي دمرك مش المقاولين واللي قضى عليك مش المقاولين. كنت انتظر منك تقول اني انا اذا كنت قصرت في المقاولين فانا زملكاوي ومعرفتش العب لحد تاني بعد الزمالك. ايمن حفني زملكاوي يا علاء وما يعرف يلعب غير للزمالك يا علاء. ايمن حفني لما طلعوه من الزمالك طلعوا السمك من الميه يا علاء، وانت عارف الكلام ده. ايمن حفني ولد غلبان من اسره متواضعه، ولد محترم ومؤدب وراقي، ولو في نادي تاني زي الاهلي غريم الزمالك كانت عمل له ما يليق بيه وفي حدود موهبته العظيمه. ايمن اللي فرح الجمهور ورقص الجمهور وحب الجمهور وغنى له الجمهور واتعمل له سيمفونيات في المدرجات اترمى رميه الكلاب على، ودي كلمه حق لوجه الله، ولست مختلف معك، ولا خير فينا إلا لم نقول كلمة الحق. لو عايز ماشي، انا مقتنع بكل كلمه حاسس، وانت بتقول مش مختلف معايا، بتكلم في مساله التدريبات. انا ما وانا مش برد عليك في التدريبات، انا حبيت اسلسل للناس كيف تم القضاء على ايمن حفني. هو نتمنى له ان هو يرجع نفسه في المقصه ويحد مشاكله بقى ويظهر تاني يعني. بس لازم يشد نفسه شويه ولازم يلتزم شويه في مساله التدريبات دي، لان انا زي ما بقول لحضرتك تابعت مدربين اجانب في الزمالك يعني كانوا بيضربوا دماغهم في الدكه بسبب عدم التزامه في التدريبات. ماشي، انا اتمنى له التوفيق، بس انا بختلف معاك في دي، حتى لو كانوا بيخبطوا دماغهم في الدكه بس كان بينزل نجم ستار يفرح الناس كلها. خلي بالك والله العظيم نعرف ايمن حفني ولا بيني ما بينه علاقه ولا طول حياتي كلمته في التليفون، بس انا بحب اقول كلمه الحق. طيب عندك اخبار تاني ولا اقول لك الاسئله؟ الزمالك فات 30,000 فرنك سويسري للمحكمه الرياضيه عشان يدعم قضيه النقاش حمد النقاش طبعا. حمد النقاش لاعب الزمالك اللي دلوقتي بيلعب في نادي التربي واللي وقع الاتفاق لثلاث سنوات، حصل على حكم من المحكمه الرياضيه اتحاد دولي كره القدم الفيفا بتغريم الزمالك $1,300,000، فالزمالك طعن على الحكم ده ودفع الرسوم 30,000 فرنك سويسري، والمحامي اللي طبعا متولي القضيه دي زي ما قلنا المحامي الايطالي تشيفلي، ولسه الزمالك هيقدم مستندات ويحاول يخفف العقوبه بتاعت $1,300,000. وحسب تصريحات رئيس النادي بيقول لك ان الزمالك موقفه سليم، هنشوف بقى المحكمه الرياضيه هتقول ايه. اتفضل مع حضرتك اي اسئله. انا كنت اتمنى ان هو ال 30,000 فرنك يحوش عليهم $1,300,000، يعني زي بعض، انت عارف ان انا صريح. انا كنت اتمنى ان ال 30,000 فرنك يحوش عليهم $1,300,000 لانه رماهم في الهواء وهيخسر بالثلث. مع احترامي للزمالك وجماهيره، هو ماليش دعوه اهو، عشان الناس اللي بتتلزق لي على الكلمه، هيخسر القضيه بالثلث، وانت عارف ان انا لي علاقه قويه باللاعب ووكيله، واعرف ما قدموه. لا هو لا لا، البنود اللي اللاعب مستند عليها هي اللي قويه، مع احترامي طبعا وكيل اللاعب. طب ماشي، ما هي يا استاذ علاء، يا استاذ علاء، اللي اللاعب مستند عليها قويه يا استاذ علاء. البنود قويه يعني الموقف قوي يعني المحامي قوي يا صاحبي. ايوه البنود قويه، مش المحامي، المحامي على فوق دماغي وراجل قوي. لا اله الا الله يا عم، هو انت يا عم، هو انت لا اله الا الله يا عم، هو انت حول، ما هو محامي من غير مستندات قويه ما يسويش ثلاثه تعريفه. يعني انت يعني النهارده هات اعظم محامي في العالم واديله قضيه مخربقه ما فيهاش مستندات، هيبقى قوي؟ لا طبعا، بس انا بقول لك يعني بقول لك من الاسباب المستندات اللي اللعيب استند عليها قويه، وهي مساله المستحقات. خليني قويه جدا وبتقوي. ماشي، خليني ارجع هنا لكلامك انت.
من شهور لما قلت حاجة مهمة، المحامي الإيطالي قال لهم إيه؟ لم تمدوني بمستندات تقوي موقفي، فاكر الكلام ده؟ فاكر طبعا، فاكر بس يبقى انت ما تقولش البنود قوية وتقلل من صاحبي أنيس بن ميم، ولا انت حاقد على أنيس بن ميم، بلاش لا انا الأسلوب. بتكلم اني ماشي انيس بن ميم راجل شاطر، أنا حافظك صم يا عم، أنا حافظك صم. اللاعب استند على بنود قوية في التعاقد وفزالة الفسخ، استند على بنود قوية، هي مسألة المستحقات ماشي دي ماشي مسألة ماشي قوية جدا ماشي، في المحكمة الرياضية. ده انت لا يمنع انك انت حاقد على انيس بن ميم، انا عارف أنا بقول حاقد ايه. عليك أنت شخصيا، حاقد مسألة عليه إن أنت لاعب انت، فنان. عشان انيس بن ميم خدك خد الزعيم بتاعك ورا مصنع الكراسي انت. لا أنا ده مش الزعيم بتاع، زعيم مين؟ بقول لك إيه؟ أنا الزعيم بتاعي المهندس محمد حسن حلمي، هو ده الزعيم بتاعي. يقول لك قال المستندات قوية، طب ما مستندات قوية يعني محامي قوي، أنيس بن ميم عامل لك روشة أنت في، أنا حافظك يا علاء. لا 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 بصوا هو بقه يا ناس اللي قال إيه، موقف الزمالك قالوا المحامي ما عنديش مستندات، طب ما المحامي بتاع الزمالك كبير عشان نبقى ايوه هو منصفين. محامي كبير، ما قلناش حاجه، تشوف ده محامي شاطر آه طبعا، الراجل هيتفاجئ بقى في المحكمه، شوف يتفاجئ بقى، شوف انت يحب المفاجاه. ما انت انت اه بيقول لك وانت تفسر ليه بتسيبه ياخد المفاجأة. تعبت من المفاجأة. انت ملاحظ ان الشهر ده شهر اسود في المفاجآت والتسريبات. لا لسه ممكن تلاقي حاجات تانية، لسه الشهر طويل. لا شوف انت ما النهارده كام؟ خمسة؟ لا لسه قدامك 25 يوم. خلي بالك احنا خلصنا المفاجآت الخاصة بيا، المفاجآت كلها خلصت، داخلين على الخوازيق، ربنا ما يوريك الخوازيق. طبعا انت عارف كهربا وما ادراك موضوع كهربا، والعاب يا العاب ده لا البرج. موضوع كهرباء، احنا قلناه ما يا عم انت، وتابعينه انا يا بي يا بي واول ناس اتكلمنا فيه وقلنا كل يا حاجه عم فيه. انا بفكرك باللي جاي في الشهر، انت اللي فكرتني، بما ان الشهر لسه اسود، فالمفاجآت خلصت والتسريبات والخوازيق داخلين على والتسريبات والخوابير داخلين على الخوازيق. طبعا وعشان ما حدش يفهمنا غلط، احنا نقصد الخوازيق الرياضيه والخوازيق الاحكاميه يعني، ولا ايه هي؟ عشان احنا ناس محترمين ومناش في الشغل الشمال. نبدا بالاسئله. اتفضل يا استاذ زعمر. صالح عنتر يا حبيب قلبي، فرحان انت عشان علاء على مزاجك، علاء على مزاجك يا عم صالح يا عنتر. ايوه فرحان. قال لك ايه؟ سيبه يصطدم من المفاجأة. والله العظيم تخيلت احنا ليه بنتعب نفسنا ونفسر، استدعي ان احنا اغبياء والله، استدعي يا علاء انت معلم في الحته دي، احنا ليه بنفسر فعلا؟ ما تسيبه ياخد المفاجأة. ليه احنا بنمهد له للمفاجأة؟ ما ياخد الحقنة على طول علشان خاطر يتفاجئ بيها. ليه احنا بنمهد له؟ طيب سؤالنا الأول، في كلام بيتقال عن اعتزال شيكابالا. يا عم حرام عليك، انت قاعد اللي هيتعور بكره لو يروح حاجه يقول عبد الناصر جابه اجله، اقعد ساكت بقى، اقعد تنبر على الواد، اقعد تقر عليه، حرام عليك. طب انا عايز افهم انت ليه بتكره السؤال ده؟ لا بس مش عايز حاجة ولا بتاع، ليه كده طيب؟ أنا بسألك سؤال إعلامي بريء، لا إله إلا الله. ما أنا جاوبت وقلت مفيش الكلام ده، إن شاء الله بكرة بقى، ده مش بادئ صحيح، ده موقوف. هو موقوف، يعني إن شاء الله لعيب كويس وبلاش، مفيش حاجة خالص من الكلام ده. هو موقوف طبعًا عشان ماتش السوبر بتاع الأهلي يعني. طب ما أديك جاوبت، يعني أنا نفسي أفهم، أنا لما بسألك السؤال ده ليه بتتعصب في وشي؟ سؤال بريء. ما إيه؟ لا يعني لا يا علاء، مش لدرجة إن حاجة مش لدرجة في حاجة
لا قدر الله، لا قدر الله، طبعا لا ربنا لا يكرمه اله ان الا شاء الله. يا عم، ما احنا الاستاذ ده لا قدر الله جرى له حاجه في التدريب لا وقع اي اتصدق حاجه يعني اتصدق مش شغل، اتصدق. لعيب يكون في الملعب بخير، نقعد نقول هيعتذر ومش هيعتذر. طب اتصدق بالله، احنا وشنا حلو، مش قعدنا نفقر على اشرف بن شرقي، اهو بقي نجم الكون. احنا قلبنا ابيض، احنا قلبنا ابيض. شاري وقت الكوره في العالم كله، تقول لي قلب ابيض ابيض ايه اللي راح وماله، بس جاب بطولتين في اسبوعين. ماشي احنا ماشي قلبنا ابيض زي البافتة يا علوة. ماشي. ليه بتظن ان احنا عندنا سواد يا حبيبي؟ لا مش عايزين نقعد نقول لا شان لا يا عم، مش حاجه انا غلط اصلا. يا عم المشاهدين دول بيدفعوا فلوس على النت عشان يتفرجوا علينا واحنا خدامينهم، اهو الاستاذ ماشي انا المحترم. قايل لك مفيش يا استاذ عبد الناصر، قلت لي لا اله الا الله. الراجل ما اعتزلش يا استاذ عبد الناصر، ما اعتزلش. الاستاذ ايمن ايمن، والاستاذ علي السمان، والاستاذ عمرو سوسكا، والاستاذ المحترم محمد، وابو جنات، والاستاذ اخبار، الاستاذ هايدي، والاستاذه مها، وهاني، 7 اسئله 10 ورا بعض، ومن امريكا اهو، ومن من امريكا الاستاذ اشرف صبري، كلهم لو سمحت يا استاذ علاء اكد لنا هل فعلا شيكابالا هيعتزل؟ او سؤال بشكل تاني. العيش والملح، العيش والملح، العيش والملح، وحياة التموين بتاع أمريكا. بقول لك إيه؟ تعرف أمريكا كله عندهم تموين؟ اهو والله الناس دي بتدفع فلوس عشان تتفرج علينا، احنا مش تلفزيون. ماشي أنا تحت أبوك، ما أنا بسألك سؤال أهو برضه أنا هجاوب. اه دلوقتي سألنا الأستاذ الفاضل المحترم صديقنا اللي موجود في أمريكا. عندنا أصدقاء كتير في أمريكا. قول له في تموين في امريكا؟ لا لا، الدكتور امجد اهو بيتفرج علينا وبيحبك، والنبي تبعت له فيتامينات يا دكتور، على كان نفسه مسدوده، ما بياكلش غير كيلو لحمه مع الفته بس، فاحنا عايزين ياكل 2 كيلو، وعلى حسابي كما يقول لي جبت لي فاتح للشهيه خرب بيتي، لان انا عارفه اهو. طيب يا عم هنخش في الجد عشان خاطر نخلص من الفقره بتاعتك اللي خربت بيتنا، كل يوم تاخد ساعه ام الفقره بتاعتك. المهم سلم لي على الدكتور امجد بس. الدكتور والله العظيم بيحبك وبيسلم عليك من امريكا اهو. والله انا بحبه، والله بحب كل الناس، ربنا بارك لنا لا فيه يعني. الدكتور امجد زمل، خلي بالك بص، الدكتور ويشجعونا كتر خيرهم. الدكتور امجد زملكاوي ابا عن جد، وعايز اقول لك قضى حياته في الجامعه قبل ما يسافر امريكا، ليه 22 سنه في امريكا، قضى حياته كان يوميا يروح نادي الزمالك. والله كلنا كده. والاستاذ مجدي، الاستاذ مجدي حسن علي بيقول لك انا اهلاوي وانت الزملكاوي الوحيد اللي انا بحبه، يعني شايف شعبيتك وصل، تبخل على الناس اللي بتحبك بالاجابه على الاسئله يا علاء. يا حرام من دي اللي هيعتذر، يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تبخل على الناس. طب في اهو، طب في أخبار عن حازم إمام؟ خلاص امشي يا شيكابالا، كان علاء بيزعل، امشي يا شيكابالا يلا. حازم إمام، في أخبار عن حازم إمام؟ حازم إمام هيلعب بكرة إن شاء الله، ورئيس النادي دلوقتي مستني أي فلوس تسأله كده، بيدور على أي فلوس عشان خاطر يحل بالنسبه له 3 مشاكل مهمين جدا. ايوه، مقدم عقد محمود علاء اللي بقى له 50 سنه يا عيني من قبل كورونا ما تيجي في العالم، والراجل ما خدوش، ومقدم عقد حازم امام وفلوس فرجاني ساسي، وما يخرجش يقول لي فرجاني ملوش فلوس، مش عايز اتكلم في موضوع فرجاني عشان فرجاني الراجل بعت رساله وقال لي بعد اذنك يا استاذ علاء ما تتكلمش في موضوع مستحقاتي، وانا بحترم كلامه، لكن هيخرج يقول لي فرجاني ملوش فلوس، لا يعني هطلع له حاجات كتير جدا. بس انا احتراما للاعب بعت للراجل رساله فانا احترمته فما بتكلمش فيه. مقدم حد من 50% من العقد وقال له هديك 4 مليون ما ادالوش اي حاجه، فلوس فرجاني، 3 دول لازم يتحلوا في خلال 5 ايام. فهم واضح. طيب سؤالنا الاخير، كلام يعني كلام اخير ان شيكابالا مش هيعتزل؟ بقول لك ايه؟ عندي بقى سؤال ليه بس الجواب بصراحه. ماشي، عشان اللايف هيبوظ. قول عبد الناصر الجبال هيعتمد. روح يا علاء، ربنا تصبح على خير يا علاء، والسلام. السلام عليكم يا جماعة، والله بعد كده ما هيسيبني، هيقول لي مش هشتغل معاك تاني، هيسيبني والله.